كثار الجمعة كل شيء جو طيب الدرب غلب اليوم كيكون عندنا واحد اليوم ديال الروبو ربما شي اخف انا كان كيدير شي اصلاح خفيف تتصلوا بنا الاخوان قال لك اجار العافيه شعلت في الطرب غادي جينا كنلقاو المحاله شعلت في العافيه السبب ديالهم هو واحد التاجر هذاك التاجر جا اليوم دار واحد الاصلاح ربما عنده شي طاقه شمسيه ذاك الاصلاح شي باتري ديال الطاقه الشمسيه اللي قال الاخوان هي اللي تفرقع دارت هذه المشكلات تقريبا شحال من المحل اللي جا تقريبا اخويا دابا باش نعطيك الاحصاء ديال كنعطيك الاصلاحات ديال المحلات دابا المحلات اخويا دابا ما نقدرش نحسيهم ليك لان حنا كنا الفوق كنطفيو في العافيه ما نقدرش نقول لك الناس عندهم خساره كثيره لان المحلات عرفتي واحد ساعه تما كانت تقريبا العافيه شاعله وركعه العافيه شاعله كيفاش شعلت في الالمنيوم وشعلت في بوطات الحمد لله لطفك يا رب الجمعة خويا ما كنخدموش الجمعة الزوطية كلشي كيكون ساد الجمعة كيكون روبو ما كيكونش عندنا الضو مع الجمعة هذا الأخ يسحم المسؤولية ديالو هو ربما المحل عنده شي تصاب في الوجه ديالو شي زور شي حرق بسيط وقيلا عند على الوجه ديالو ودابا هذيك الجهة اللي تحرقات فيها الدراري اللي كيديروا داك الشيء ديال الكهرباء ديال الخيوط ديال الضو فيها الألمنيوم فيها شي محل ديال البوطات سمعت الخسائر غيعطوها غيسلموا المحلات ما غاديش نقدر نعطيك العدد ديال الخسائر سلعه ولا ترموها اش غدير ما عندك ما دير اش غدير ما داكشي كلشي ديال الله المحل ديالك شنو كان فيه كان فيه هادشي ديال لي شينيول والدروغ لي وداكشي البياس ديال الالومنيوم بزاف ديال البوستات ديكاجورات خلط هنا حنا هنا جوطيه ما متبعينش دومين مخلطين بزاف د الحوايج سلعه مخلطه كاين تبقشيش هذه خمسه هذيك دابا قفوله ديال البيبان وانا نقول لك ما بين 27 حتى 28 هذا هو اللي كاين عندي انا كاين شي تعمير لا ما عنديش تعمير وما يعاود الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يعوض الجميع ماشي انا شتو دخلت شتو خرجت انا جيت بحالتي ما قال ولا رماد رماد وكله راب وكله طاح كل شيء حتى شي حاجه ما عندك ما دير صافي شتي داك الشيء وغادي تخرج بحالاتك ودير امرك لله سبحانه وتعالى